بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سلمت اليوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022 مديرية أوقاف أسيوط 2 طن من صكوك لحوم الإطعام. يصل المالي ما تسلمته مديرية الأوقاف 35 طنا من لحوم صكوك الإطعام، وذلك تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي لأسيوط، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى للرعاية في قرى صعيد أسيوط. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وصلت إلينا اليوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022 الدفعة 15 من لحوم صكوك الإطعام، وهي عبارة عن 2 طن من لحوم صكوك الإطعام، والتي يتم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ليقوموا بدورهم على توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وبذلك يكون إجمال ما وصل إلينا من لحوم صكوك الإطعام بمحافظة الفيوم حتى تاريخه 44 طنا. اليوم الثلاثاء 31/5/2022 تسلمت مديرية أوقاف الغربية طنان من لحوم صكوك الإطعام، وذلك بتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من الأسر الأولى بالرعاية. الله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.